اهلا بيكم في قناة ياسمينة. النهاردة هنعمل لكم حاجة حلوة بقى، شعرية باللبن والسكر. حاجة سهلة وبسيطة وحلوة في الشتاء. احنا دلوقتي حطيت هنا حوالي 3 معالق سمنة كده، هنستناهم ان هم يسيحوا، وبعد كده هنحط الشعرية. دلوقتي السمنة ساحت، هبتدي احط الشعرية. وانا هحط كيس، هو كيس ده 400 جرام، هحطه كله لان انا هعمل عدد 4 تنفار او 5 تنفار يعني، فكل واحد هيعمل على قد العدد اللي هو عايزه ليه. ده 400 جرام شعرية، هقلبها بقى لحد ما تتحمص ويبقى لونها بني كده ذهبي. هوريها لكم لما توصل للون اللي هي المفروض ان انا احط بقى الميه عليه. دلوقتي انا قعدت اقلب فيها لغايه لما وصلت للون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو داخل على البني كده شويه. هبتدي بقى احط الميه. المفروض على كل ربع كيلو شعريه احط حوالي 2 كوباية ميه. دول 400 جرام، فانا هحط حوالي 3 كوبايات ميه. كده انا حطيت 3 كوبايات ميه، هوطي عليها بقى وغطيها لحد ما تستوي، لحد ما تشرب المية بتاعتها دي كلها. وهشوف تاني اذا كانت محتاجة مية ولا لا، بس انا مش عايزة ازود مية في من الاول خالص، عشان لو استوت ممكن تعجن مني، فانا هستنى لغاية لما اشوف. هوطي عليها دلوقتي. وهغطيها لحد ما تستوي. كده هي شربت المية بتاعتها خالص، وزي ما انتوا شايفين كده طرية. وساعتها ممكن تدوقوها بقى تشوفوا اذا كانت هي طرية استوت ولا لا. فهي دلوقتي 3 كوبايات مية على 400 جرام، مظبوطين جدا عليها. كده هي خلاص استوت، هحط عليها اللبن. انا غالية اللبن قبلها، هحط عليها لبن بقى زي ما انتوا عايزين يعني على حسب الرغبة. انا هحط عليها شوية كده وهقلب واشوف، عشان برضو ايه ما تبقاش مية يعني مني، تبقاش سايلة مني. ممكن احط شوية لبن كمان. انا حطيت دلوقتي حوالي 1/4 كيلو لبن يعني، لان انا الغالية دوت 1/2 كيلو، فدول حوالي 1/4 كيلو كده. حلو قوي. ممكن بقى تحطوا السكر على الطبق، وممكن تحطوه في الحلة على حسب بقى ايه الرغبة يعني. السكر طبعا كل واحد ليه سكر معين ليه. وبس كده خلصنا الشعرية، هطفي عليها. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لنا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. شكرا ليكم، واستنونا في حلقة جديدة.